سمعنا صدى صوت يصدح في السماء بيروت تعالوا فلبينا النداء. بتعرف كيف باتمان هيك بيكون قاعد؟ بس كان الناظر هيك قاعد مش باتمان. بيروت رحت نزلت على شو اسمها الضاحية. احنا وصلنا الاوتيل هم ناموا انا نزلت على الضاحية طلبنا بولت فيسبا وش على الضاحية افطرنا اكلنا فلافل وهيك بعدين صرنا نلفلف في الضاحية. كنت ببيروت كان 15 صح قبل الثورة قبل الثورة شهر قبل شهرين قبل الثورة تبعت الثورة بوقتها مش كثير اشياء تشوفها بثورة حبيتش انا يعني كطفل عربي معاصر يعني مش جفارة اللي كان ايامي ثورات فاشلة كلها يعني لما حدا يحكي لي في ثورة في بلد بحزن ما بنعجق عليها يعني بناء على ايش شفنا فاهم علي هسه كيف نلاقي بيروت الله يعين كل واحد على اللي هو فيه 5 ساعات سواقة بيروت من وين أنا ساكن في أحسن حالة يعني إذا الطرق فاضية فهو الامتداد يعني بدون محاولات بيكون جزء من الوطن الكامل للإنسان إنه هاي بلدنا بالآخر يعني ستي كانت من غزة تنزل تشتري أواعي في بيروت وترجع آخر الليل صرنا إيش زي هم بتدربوا علي يعني مثلا إذا بلدنا بدها تسوي كيف تسوي رابر مثلا تجرب علي وبعدين بتزدهر الشباب شوف ما شاء الله بحدش بيدرب عليه انت احد التجارب لا هو التجارب انا اللي باجي بلاقي كل شيء جاهز هيك حلو فاهم هلا انا قاعد ببيروت مثلا قبل كم من شهر كنت قاعد في بريطانيا بعمل حفله فقبل فاهم اجيت لقيت كل شيء جاهز عامل صار لك تغني سنتين انا اول سنتين قضيتهم عند امي في الدار طيب انا لفيت انا نزلت اغنيه على الساوند كلاود ومبدئيا الشباب سمعوها وحكوا معي يعني ولا مرة كانت إنه الناس بيبعتوا لبلدنا وبلدنا بيراجعوا وبيشوفوا هذا لا بيعجبهم إشي بيتواصلوا مع الفنان ذوق بس يعني إحنا مثلا أول أغنية عملها حبيناها أول أغنية عملها حبيناها أو هو قبله يعني وبس حكينا لهم تعالوا أجوا وصلى الله وبارك زعامة زعامة نقعد في استوديو شو بيطلع بصير ما طلعش اشي ما بصيرش اشي يعني اذا طلعت اغنية هبلة الدور عند البروديوسر العظيم محمد عندي احول هبلهم لا اشي ينسى معه اي والله ايش دا كل حدا من الشباب في عنده طاقة معينة بتاخد الموسيقى لمنحة معين مع شاب جديد الموسيقى لها طابع معين إذا بيكون فوزي معنا بالستوديو بتغير طابع الموسيقى فقط لوجوده في تأثير بالنكت اللي بتنحكى بالمود العام إذا واحد بيجي مبسوط والتاني زعلان إذا التنين بيجوا مبسوطين إذا التلاتة بيجوا مبعوصين you know? فإذا التلاتة مبعوصين أكيد بيعمل إشي يفش غلهم نسيها ناظر شغل أمريكا نسيها ناظر شغل أمريكا مين الأصغر سنًا؟ أنا دائماً وأبداً أصغر واحد وأشطر واحد ما هو إذا أنت الأصغر سنًا وعندك أكبر هيت عنده أكبر هيت لحاله عنده أكبر هيت مهو شو؟ لا الزلم الغانب هلا صلى على النبي مش عشان إشي بس أنا كنت بهرب من الشغل بروح بحضر زورت هوية عشان أحضر لها فيلم كان ولا حضرتهم كلهم لا أنا غنيت رحت لأنا كاتب أغنية بعد فترة زمنية ونزلتها واجس الزلمة حكى معي انبسطت هيك صرت اركض لما شفت المسج تاعها فاهم انه واو كنت ابعت له انه حبيب قلبي بس هيك فكان انه احلى اشي بالعالم لا انا بهديك الفترة بس هلا لا يعني هلا برن عليه برد قصة ان كمان مرة ماشي هذا يا غير اللي كنت قاعد بتغدى انا وابوي فابوي بكتب شعر بس بنا هيك بكتب شعر إله يعني وبكتب اشياء حلوة بقول لي اجمل ما كتب المتنبي ان انا انا انو اوانه فقلت له طيب ماشي بالليل لما اجيت اكتب كتبت ان انقد انا اوانه وما سحب تحتيها سحب
لعب على الهدى نترك على النار لفكار تنتخ اخ تراد ورا حدا اذا بلغ انا مش مركز بركبش مع حدا انا فين لا اكيد ولا حدا كان مستندر هاد يعني مستحيل اصلا انا تعقدت بعديها للاغنية انه ايش ما الدنيا كلياتها فهم انه ايش تنام تصحى تلاقي حالك فوق بعد ان طول عمرهم زباينا بيعرفونا انه شباب منايك وفلسطينية وبيحكوا اللي بدهم اياه وبيمزحوا وبتهبلوا ومثلا تعال نقول كانوا جماهيرنا 10 حلو بعد ان صاروا 1000 تمام صاروا 100 حلو فالتسعين اللي اجوا 90 بيعرفوش منا غير ان وصورتهم عنا انه هذا الشاب اللي جاي يحرر فلسطين مش هاي الاغنية اللي بعديها خلص صار في عنا زي نوع من انواع الحوائج مش انه احنا نتبرأ من القضية بس انا 100% ما ححرر الوطن وانا بغني يعني ببصم لكم بالعشرة ولا انا احسن خلق الله ولا يعني لا اقارن بالناس التي تضحي لاجل الوطن احنا بالاخر مغني فاهم كبير كبير يعني فاه بعد ان صارت يعني اذا بدك تطلع كيف الناس بتشوفنا بالخطوه الوحيده يعني لانه ان احسن شيء بنقدر نطلع فصفت الخطوه الجايه يعني انه يا استشهد يا نحبس اطلع اغاني من السجن فيش بقدرش اعمل احسن من هيك فقلنا نزعلهم اذا بينا نعمل اغنيه ما تعجبش ولا حدا عشان نقدر بعدها ناخذ راحتنا اللي هي الفيديو كليب تاعها قلبي بحبش الشرطة كم اشوف لو واحدة وبلش يعوي بقول له وكهدا بس قلبي خيوش دفاه مش بحكي قلبي بحبش الشرطة وكل ما يشوف لو واعي ويحطني بورطة اذا احنا عم نعكس وجودنا في الحياة وانت لما تشوف وجودني بتحس اشي سياسي فاذا انا سياسي فاهم علي ممكن غيرك يسمع الاغنية ويحكي هذا الشاب مثلا هبيلة شو بتهبل لا او يحكي مثلا انا بحب اسمعه وانا بحشش مثلا صحيح ما تكونش سياسية بالنسبة له تكون اغاني سطول او بشغلها على الشط فبترجع ل ل للشخص اللي بيستمع كل واحد بيسمعها غير مبدئيا بس هل هي بشكل عام لان فلسطينيه كل شيء بنسويه سياسي اي نعم سياسي بس مش بارادتنا هو الحال الطبيعي لنا هاي هي العيشه كل بتصحى الصبح بتلاقي قدامك مثلا تنزل على الشغل بتلاقي جيش بتروح في مثلا واحد بياكل قتله تقدر تسويش لانه بتاكل قتله ضاع بقول لك عندنا سنين في البدل خبرة ويسأل مما بدك لو كنت عدو بسلاح كنت شايف العون على الأخبار وجملات وبصراحة وضعكم مش كتير بعيد عن وضعنا إجمالا فبنفس القالب لا بس احنا امتى الثورة كانت بالظبط؟ انو شهر؟ مية بالمية احنا سجلناها شهر ب 2019 اخر 2019 ضميرنا الحي اعلى من هيك بدكم تحكوا والله مطفوه تركش عم على فتوه طلب العرض العرض الله في الرحمه الله وايش بدي احكي ما كانش في عندي اشي احكي فحكيت انا بجمع كلمه على كلمه والكلمه قويه يعني مش هوينا ما كانش البيت المستخدم حاليا كنت كتبها على بيت تاني وسمعتها للناظر والناظر هو اللي عمل البيت يعني بس كلمة كنت كتبها بصراحة يعني كنت بفكر أنا إيش مهمتي في الدنيا كرابر مثلا إني أجمع كلمة على كلمة وبس وأنا أجمع كلمة على كلمة الكلمة قوية زيها زي الهمة تطلع فوق لفوق على القمة وبس مشكلتي إنها بتهمني مشكلتي إني بنساش فهم اللعبة عارف الغشاش بحط الكلمة على كلمة تخزق دانك أنا رشاش وأنا أجمع كلمة على كلمة يعني أحدث بس. شكل من أنواع الشعر تماما حلو أنت بتعاطى هيك لما تكون عم أنا لا ما بتعاطى تعاطي لا عارفك حتقول بقصد لما تتعاطى مع نص عم تكذبه بتعطاش مع حدا تتعامل ايوه تتعامل منيح لا تتعامل منيحه تتعامل منيحه حلو يعني اذا بتعطوني شهاده اني شاعر بعلقها فوق تختي بس انا بعمل اغاني راب اكيد كل واحد عنده اسلوبه الخاص يعني اذا انا والشباب نفس الاشي لا مش نفس الاشي من نفس البلد او من نفس البلد بس هو الاساس الله يرضى عليك ربنا لا بس قد ما بساعدهم قد ما بيساعدوني بساعدهم بساعدش حدا بس هو بهيك هذا الاشي الوحيد اللي بيعمله وطي صوتك خلص تصيح علي صوتك خلص توشوي الوحيد النزل الخاص فيي مظبوط لانه انا لحالي يعني اذا اي شخص اخر بنزاد على المعادله بتتعقد الامور
مش انه مش ممتع شغل مع الناس، بالعكس، بس برضو حلو انه يكون عندي الحرية التامة انه اعمل موسيقى. احنا عايزين لا نسمع الاول وبعدين ندردش. بقدر استعمل موسيقى بحت، بس بحب اسامبل. بقدر احط الموسيقى بقالب معين، بعطيها طابع معين، فاكيد رح اخذ تأثير من الثقافة العربية المعاصرة اللي هي على الأونلاين بشكل عام. فأنت بتشوف أشكال ألوان على الإنترنت، فما بتقدرش ما تستعمل هذا المحتوى، فبتلاقيه لقى طريقه جوا الموسيقى لحاله. شو بقول لك يا غالي، قلب العاشق زليله والله. والله يفضل لا زليله فيش مجال. بدك تمرق دليله هذا بس لابوديه. في بالسين الفلسطيني عشرات الفنانين العظماء يعني، وكل شيء بيكمل بعضه، يعني هو ايكو سيستم. احنا ما بنقدرش نكون موجودين بدونهم، وهم ما بيقدرش يكونوا موجودين بدوننا، فهو دائره مغلقه. احنا حابين كل حدا يكون ببلدنا، حابين نكون ريكورد ليبل مصري وريكورد ليبل فلسطيني ولبناني وسعودي وتركي اذا بدك، بس احنا عارفين لايش ايش قيمنا وايش بنحب وعن ايش بندافع. قعدت احضر ضيعه ضايعه قبل ما اجي على اساس انه لبناني، طلع سوري يا حسون. طلع سوري. بصراحة كان عندي فكرة عن بيروت قبل اثبتها، يعني انه البنت وناس بيعرفوا يعيشوا مبسوطين. يعني كل واحد مصايبه عاد 100%، بس انا اللي بحسه انه في نهاية اليوم كل واحد بروح مبسوط. يعني اكيد في ناس متضررة، بس عندكم كيف. تحياتي لمن دمر حياتي، اهلا وسهلا فيكم في بيروت حبايبنا اللزم.